ماذا بعد The Voice؟ ما سكتيش. إن شاء الله غادي يكونوا أعمال طبعاً، لأنه كاين وعود. وعود كي بعد الأسماء وعود كاذبة. لا بصح لا للوعود الكاذبة، لا للوعود طبعاً. واش كاين شي وعود من أجل عقود مثلا؟ كاين شوف 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 كاينين ياك، ولكن تما تما تماك تما كانوا بعض الأسماء على مستوى مثلا التلحين والكلمات معجبين بصوتك، جو عندك قالوا لك عندنا أغنية، فالتوجه هذا واش خرجتي بشي أغنية من تمام ذا فويس؟ خرجت إن شاء الله. فوقاش نسمعوها؟ مازال ما قررناش متى نسمعوها. مغربية إن شاء الله، ومن طرف محمد حماق. محمد حماق أيه. طربية مازال ما عرفناش، تقدر تكون شي ستيل مختلف ولا كذا، ولكن تكون ثقيلة طبعا، تكون شي حاجة مستوى إن شاء الله مع صوتك. أيوة طبعا. نعم مع صوت الجيران.